بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اعمل اكاونت على تويتر؟ رحت على جوجل وكتبت تويتر وفتحنا موقع تويتر، هنلاقي قدامنا هنا هل انت جديد على تويتر. الاسم الكامل، هنكتب الاسم اللي عايزين نسجل بيه سواء كان عربي او انجليزي، الايميل وليكن mr احمد سامي 1980 at gmail.com، كلمة المرور الباسورد طبعا حروف وارقام وعلامات، ويفضل ان هي ما تكونش رقم موبايل او تاريخ ميلاد. بعد كده نضغط على التسجيل في تويتر، هيجي لنا الاسم الكامل كله اخضر اهو، كل الاخضر دي يعني حاجات مثالية. وبعدين اختار لك اسم المستخدم، نفس اسم الايميل مستر احمد سامي 1980. طبعا اسم المستخدم ده هو بيختاره لك، بس بعد كده انت ممكن تغيره، بامكانك تغييره لاحقا. بعد كده نقول له قم بإنشاء حساب، هطلع لك الصورة ديت لو مش واضحة. للحصول على جديد، الحصول على جديد نكتب او اس بي او تي اي ال 1 3، قم بإنشاء حسابي. بيقول لك مرحبا احمد، ابدأ في اقل من 60 ثانية. هتقول له التالي، هيجي يقول لك تابع 5 اشخاص. طبعا انت هتتابعهم دلوقتي وبعد كده ممكن تحذفهم يعني، بس انت بتتابع دلوقتي اي 5 حاجات تطلع قدامك علشان يرضى يكمل معاك تسجيل اكاونت. هيجي يقول لك جرب كمان 5. هنيجي مثلا نختار في خانة الاخبار، برضو هنتابع اي 5 قدامنا عشان نكمل 10. وبعد كده نقول تالي. بعد كده يقول لك جرب 5 تانيين بس من الايميل بتاعك، ابحث عن اصحابك المشتركين عن تويتر وتابعهم على تويتر. لكن في تحت مكتوب بخط صغير كده تخطي، احنا نعمل تخطي. بعد كده ارفع صورة ليك لو عايز يكون في صورة لبروفايلك، ترفعها من هنا. بعد كده نعمل احنا كمان تخطي. بكده نكون سجلنا في تويتر وبقى لنا اكونت عليه، ونقدر نتابع الاخبار ونسجل ونعمل تويتس على تويتر. وبالنسبة للي احنا تابعناهم ممكن بعد كده نشيل عملية المتابعة اللي احنا عملناها لهم دول لو بنتضايق من متابعة الناس دي كلها. كده يكون بقى لينا اكونت على تويتر. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.